ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى احنا عملنا الطاجن، دخلناه الحمد لله بسلام الفرن، ياخد اللون الحلو اللي حضراتكم عارفينه. طبعا بنشغل فرن ومروحه، بيسخن شويه كده وبيبقى سخن قبل ما بندخل الطاجن بربع ساعه كده، وبعدين ايه يصلصل كده شويه، وبعدين ايه هو بيغلي الاول مع نفسه، وبعدين يبدا ياخد الايه اللون من فوق. طيب دلوقتي بقى هنعمل البليله. البليله الحقيقه من الحاجات الجميله، القمح البليله ليها ذكريات سعيده جدا وجميله في اسكندريه لما الواحد كان يروح طبعا مع اهله. الراجل اللي كان بيمشي جايب قدره الفول وجنبها قدره البليله عشان الناس يوم الجمعه لازم تاكل الاكله الشعبيه دي ولازم يبقى في بليله. تعالوا بقى نعمل احنا البليله بطريقه لطيفه وجميله ونقول ايه التريكس بتاعتها بتاعت القمح. بسم الله. لو هقول عندي كوبايه من القمح مطحون وعندي نص كوبايه من القمح حبوب او كوبايه زيه، يعني لو هعمل نص كيلو قمح مثلا هاخد منه كوبايه اعمله مجروش. مجروش ازاي؟ هوري حضراتكم دلوقتي. وعندي ميه سخنه، عندي للتقديم طبعا لبن لتر لبن، عندي باكو كريم شانتيه دي اضافه، وعندي كوبايه سكر، وعندي زبيب جوز هند مكسرات مجروشه، ويمكن وضع بعض القشطه لو احنا حابين، سواء قشطه علب او قشطه بلدي على الوش للناس اللي حابه الحاجه دسمه. ادي القمح غسلناه لدرجه بقت ميته زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا قبل كده عملنا مع بعض بليله وعملنا مع بعض العاشوره. الفكره فيهم ان انا قلت اول ما بنيجي نعمل العاشوره او البليله بغلي القمح ده شويه وبعدين بصفي الميه بتاعته، ده بتغمق قوي فبغير الميه دي بعد اول 5 دقايق من الغليان، بروح حاطه ميه سخنه بتغلي مولعه عشان تفضل الميه نظيفه وجميله عشان ما يشربش الميه دي. هنا في تريكه كده للقمح، عشان كده انا قلت لحضراتكم هنعمل قمح مجروش. خدت كوبايه من القمح حطيتها هنا في الطحانه بتاعه التوابل وايه وهجرسها. دي لو انا هدمس القمح ده في يعني في الدماسه يبقى انا هعمله بطريقه زمان. القمح المقشور ده بيدي تقل وتحسه كده ميه، الراجل بتاع القدره تحسه الميه بتاعته ما كانتش ميه، كانت فيها قوام تقيل، وكانوا زمان للاطفال اللي عدوا ال5 شهور او ال6 شهور او يعني الاطفال الصغننين كانوا ياخدوا من الراجل ميه البليله دي ويشربوها لهم في البيبرونه. يعني قلت ده الكلام ده قبل كده على فكره في حلقات قبل كده عشان بتخلي الولد يطخطخ كده ويبقى جميل. هنا بقى لانه كمان مفيد جدا القمح، ادي بالنسبه لي القمح المجروش اللي احنا جرشناه يعني بيبقى كده. هجيب لكم حاجه احطها لكم فيها اهو طبق تشوفوه هنا اهو، بصوا بسم الله اهو جرشته كده وخليته مجروش زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هاخد كده حله، الحله دي اهي هاخدها هحط فيها القمح والميه. انا طبعا المفروض اعمل ده سواء في حله او في قدره، الناس اللي بتحب تعمل في قدره مفيش مشكله. وبعدين هحط كوبايه القمح المقشور ده اللي هي قلنا جرشناها في بتاعه التوابل اهي، وهنقلبهم كده مع بعض تقليبا. بصوا هي دي وصفات قديمه ايام مامتي بقى، انا معرفش بقى اكيد في ناس قدام زينا بيعملوا بنفس الطريقه او ناس توارثتها تتوارثها الاجيال مفيش مشكله، لكن كان بيتعمل في القدره يعني ما كانش بيتعمل في حله زمان البليله. بعد بقى ما كبرنا والاجيال كبر يعني اخواتنا الكبار فبقوا يعملوا بقى في حله وسريعه والجو بقى اسرع يعني. وبعدين هضيف ميه وهي على النار هسيبها تغلي شويه حلوين ربع ساعه مثلا، وبعدين هطفي عليها وبسيبها، يا اما بسويها بسيبها ساعه او ساعه ونص، يا اما ببدا ايه اسيبها هي تستوي منها فيه على نار هاديه وتاخد وقتها. يعني عندي حلين، يا اما بخليها تغلي وتقعد شويه ربع ساعه وبعد الغليان بسيبها برفعها من على النار وبسيبها لحد ما تنفش كده تبقى الشكل ده بتتفتح لوحدها زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص، يا اما هفضل مسويها على نار هاديه سواء في القدرة او في الحلة لحد ما تستوي وتتفتح بالشكل ده. وبكون هنا لما اجي بقى هبدأ عايزة اكلها حاجة من الاتنين. لو احنا هنحتفظ بيها طبعا المية اللي هتطلع من المجروش، انا دي مش حاطة فيها مجروش الحقيقة، يعني دي انا ما حطيتش فيها القمح المجروش عشان كده طلعت المية بتاعتها خفيفة عادية.
دي بقى هتطلع المية بتاعتها دي لونها زي ايه؟ زي ما تعملوا مش مية بنشا، تعملوا رز ويبقى مية النشا بتاعت الرز بقت ايه؟ استوت، فبقت اللون الشفاف ده، التقل بتاع البليلة ده، القمح ده. هبدأ بقى لو انا عايزة اكلها، يا اما هاخد منها كمية احط في اكياس واحط في الفريزر، ووقت ما عاوز اطلع منها، ان هي سهلة انها تتحط في لبن مغلي وتحط لها شوية حاجات وسكر وحركات، يا اما لو انا هاكلها على طول في خلال 3 ايام اكون مخلصه الكميه لو هحطها في الثلاجه. اما اجي بقى اجهزها للاكل، انا هنا بغلي اللبن عشان بس انجز في الوقت، احنا هنا غلينا اللبن. عندي حاجتين، اما احط فانيليا وسكر، يعني هحط فانيليا وسكر، ودي الطريقه التقليديه العاديه جدا. يا اما في دلوقتي اضافات بيحطوها في محلات بتبقى الكريم شانتيه، بيدي طعم وفي نفس الوقت هو في نسبة سكر شوية، يعني مش هحط سكر كمية كبير زي ما كنت بحط، في نسبة سكر، في فانيليا، وبيدي طعم حلو للبليلة. فأنا هاخد كده الكريم شانتيه الأول، خليني إيه أخد ويسك كده، ممكن ده، وهبدأ إيه هنا يدي بس إيه الغلوة ويدي الطعم الحلو هنا. الله، وعندي السكر، فده حل محل الفانيليا، وعندي كمية سكر على حسب احنا عاوزينها ازاي اهي، دي حوالي 3 ارباع كوباية يعني كده، وندوبه كده. يعني احنا كده عملنا طول. طبعا انا لو هعمل عاشورة بقى، لا العاشورة بقى بروح سايبة باخد الحلة دي بعد ما بسيبها تهدى وتبرد تماما على النار، هتلاقوها اتشربت واتفتحت حبات القمح، بروح قافل الحله وحطها في التلاجه لتاني يوم، لان العاشوره بيبقى ليها شويه حاجه كده ايه بستخدمها مختلف. هحط مع اللبن هنا شويه جوز هند بيدي طعم وتست حلو لل مش كتير، حبه كده، لما يغلي اللبن بتدي طعم حلو قوي لللبن بتاعنا الايه الحليب ده. خلاص، والسكر طبعا داب، وبعدين هبدا اضيف عليها الايه البليله. البليله بقى بالميه الحلوه اللي احنا اتفقنا ان الميه اللي هي فيها النص كوبايه او الكوبايه من القمح المجروش اللي تقلت الصوص بالشكل الحلو ده. هنبدا نضيف هنا كده علشان نقدم الايه البليله بتاعتنا، والتانيه بتغلي على النار عادي، وبسيبها تغلي مع اللبن برضو، وبسيبها تغلي مع اللبن اهو، تغلي لما تتقل سنه بس معايا. في ناس ساعات بتحب تضيف لها معلقه نشا، انا بصراحه شايفه ان البليله مش محتاجه يعني ان احنا نضيف لها نشا ولا حاجه. ودي بص اهي، بصوا بدات الميه تغمق، مش تغمق يعني تبدا تتقل سنه، وطبعا هتغلي معانا الغلوه الحلوه بتاعتها اللي احنا مجهزينها اهي، وهنا اهي ادي البليله اللي في اللبن تغلي بقى غلوة حلوة كده. وبعدين انا هضيف معها شوية زبيب، وعندي شوية قشطة احطهم معاها، شوية زبيب بس كده يتفتحوا في اللبن، عايزة اقدمها كده، واخلي المكسرات دي على الوش، وطبعا شوية الايه الجوز الهند اللي انا ايه محتاجاه. اقدر بقى هنا اطعم بأي حاجة أنا محتاجاها. هنا أنا عندي بصوا شوية كريمة كده، ودي بقى زيادة دلع، يعني احنا كده بندلعها زيادة، لكن طبعا الكريم شانتيه دي طعم حلو مختلف، كتير من المحلات بتعمل ده، وعشان كده هم قالوا الإضافة الحلوة دي، وكتير بقوا يعني ما عجبتهم الطعم بقينا نعمل، ممكن نحط الإضافة دي ممكن لا. هسيبه بقى شوية كده يغلي غلوتين، ياخد ويدي مع بعض في اللبن. وبصوا دي اللي احنا حطينا عليها اللي بتغلي هنا قدام حضراتكم، اللي فيها القمح اللي احنا حطيناه، وفيها القمح المجروش اللي احنا ايه ضفناه جرشناه في الايه في المطحنه. ده بقى بعد ما هتبدا تتفتح وتستوي، هتلاقوا الميه دي ما بقتش ميه خفيفه كده، هتتقل الميه دي وتبقى كريمي كده ايه لونها حلو وتقيله زي بتاعه القدره بتاعه زمان.
جميله جدا وحلوه قوي في الشتاء وبتدفي، والولاد مفيده ليهم قوي. القمح مفيد، نسبه اللبن اللي هياخدوها مفيده، كل حاجه هياكلوها من المكسرات حلوه، جوز الهند هيضفي نكهه حلوه على اللبن، فكل ده حاجات جميله جدا. وهنا في بصوا حته قشطه كده، القشطه العلب ممكن نحطها على الوش، وهنبدا نغرف بقى الطبق بتاعنا بتاع البليله، ولكن هسيبها بس تغلي غلوه كمان، انا عايزه اسيبها تتقل سن صغنونه وتاخد من طعم الحاجات دي، والحب ده يدخل في اللبن كده ويغلو غلوه حلوه، وبعدين نغرفها مع بعض تشرب سخنه بقى تجنن تدفي. في ناس تحب تضيف لها تاتش قرفه للي حابب، بس دي اختياري، لكن كمان بتبقى حلوه جدا وجميله جدا. تعالوا بقى، ما بيبقاش مسكر قوي، تعالوا بقى ناخد، بصوا هنا شايفين ده، بصوا بليله بدات تتقل وهتبقى تجنن. هاخد كده ريحتها روعه روعه، الله، طبق سخن كده او مج سخن كده في الشتاء اللي احنا فيه في الايام اللي دي الولاد يتبسطوا بيه قوي. فطار مفيد او عشاء مفيد للولاد، يا ريت نعمل الحاجات الصحيه الحلوه بتاعت زمان كلنا اتربينا عليها، احسن من الحاجات اللي هي الجاهزه كورن فليكس وغيره. في الاخر دي حاجات زمان بقى كل الاجيال الحلوه بتاعتنا اتربوا عليها فعلا، وعلى على الخير اللي في البيت اتاسسنا، صح صح. فدي طبعا ربنا يعني يخلي كل الاهالي والامهات والجدات الحلوه اللي عماله تعمل حاجات حلوه سواء لاحفادها او لاولادها. واهم حاجه هنحط القشطه حالا، انا اقدر يا شيكو، انا اقدر، ايه كله الا القشطه. كده ده، خليني بس ايه، بسم الله، ناخد كده هنا، نرمي بقى دي، خلي دي هنا، وتعالوا بقى ناخد معلقه كده من القشطه، الله الله، هنا على الوش بعد القشطه بقى، ما مش هيفيش كلام يتقال، هنحط بس شويه المكسرات الحلوه دي فوق كده، وايه، وصحه وهنا على قلب اللي هياكل. طبق بليله جميل جدا مع الايه، بسم الله بسم الله. عملنا النهارده البليله بطريقه اتمنى تعجب حضراتكم، الناس اللي حابه تعملها في القدره، والله انا بحب قوي الموضوع ده، وبحب ادمس الفول في رمضان قوي الحقيقه، يعني حاجه البيت مفيش احلى منها. تعالوا بقى جربوا كده البليله بالطعم ده وقولوا لنا ايه الاخبار.